استغلالا لمعلومات وردت إلى فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية شلف تفيد بوجود أشخاص يقومون بترويج الأقراص الملوثة عبر إقليم اختصاص ولاية شلف، وبعد مباشرة الأبحاث والتحريات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أسفرت العملية عن توقيف شخصين مشتبه فيهما تتراوح أعمارهما ما بين 23 و 35 سنة، ضبط بحوزتهما على كمية من الأقراص المهلوسة تقدر ب 12400 قرص من مختلف العلامات، بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر بنصف مليار سنتيم يعتبر من عائدات بيع وترويج هذه الأقراص، ومبلغ مالي من العملة الأجنبية. أيضا حجزت عناصر الفرقة لدى الشبكة الإجرامية مركبتين تستعملان من قبل أفراد الشبكة في تنقلاتهم وبيعهم وترويج لأقراص مهلوسة، وبعد استكمال ملف الإجراءات أحيل المشتبه فيهما إلى محكمة شلف.